في ظل النهضة الحقيقية التي تعيشها سلطنة عمان في شتى المجالات، يحتفل الشعب العماني في كل بقاع الأرض بالعيد الوطني 43 للسلطنة. وفي هذا الإطار أقامت سفارة السلطنة في مصر احتفالا بهذه المناسبة تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة في مصر. أود في البداية بهذه المناسبة أن أرفع أسميات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى كافة أفراد الشعب العماني. وأود أيضا أن أرحب وأشكر الحضور المصري المتميز، سواء الحضور الرسمي أو الحضور الشعبي. وتأكيدا على السياسة الحكيمة التي تتبعها السلطنة في جميع المجالات، حضر حفل العيد الوطني جمع غفير من جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية والثقافية. سلطنة عمان أنا دائما كنت بقول كنت بشوف شبابها بالذات من زمان، لأن أنا لفيت شباب أول شباب يمكن في المنطقة اعتمد على نفسه. النهضة بتشوفها من ساعة ما تنزل في مطار عمان. عمان اتبدلت. اللي شاف عمان من 20 سنة وشافها النهاردة يدرك مدى الجهد اللي بيبذله السلطان قابوس فيها. بقول لهم هنيئا لكم بالتقدم اللي انتم بتشهدوه، وأتمنى ان انتم تحافظوا على استقرار البلد، ويعني ان شاء الله في تقدم من أحسن إلى أحسن. ما يحدث في عمان مثل يحتذى به في الديمقراطية وفي التطور وفي استغلال الموارد لصالح الشعب العماني. وعلى الرغم من تميز الحضور في الحفلة، إلا أن الحضور بالنسبة للجانب الفني كان بارزا جدا. شايف الواقع كمان ممتاز والحاضر رائع، والقادم إن شاء الله هيكون أحلى. الفترة الجاية دي ممكن نسمع عن سلطنة عمان إن هي من الدول المتقدمة جدا في المنطقة. إحنا ما بننساهمش زي ما هم ما بينسوناش، فأنا بقول لهم كل عام وأنتم بخير. السلطان قابوس ده راعي الموسيقى الكلاسيك العالمية، وأتمنى يعني لهم كل خير. أهم حاجة تشعر بيها يوم ما تنزل في عمان، تحس إنه حاكم هذه البلد بيحبها، فبيعمل كل ما يسعد شعبه. ومع هذا العيد الوطني تمضي السلطنة قدما، وهي تواصل مسيرة نهضتها الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس نحو الغاية المنشودة. عيد وطني مجيد يحتفل به كل عماني في شتى أنحاء الأرض في إطار إنجازات حقيقية تتحقق على أرض الواقع تحت القيادة الرشيدة لجلالة السلطان قابوس. حيث الاحتفال، أحمد عبيس، تلفزيون سلطنة عمان، القاهرة.